اليوم في رحلات البشمهندس سنتعرف على 20 من أجمل مدن العالم السياحية. بالي في إندونيسيا. تعد جزيرة بالي إحدى أجمل الأماكن السياحية في إندونيسيا، لما تتمتع به من جمال غني طبيعي وتاريخ وتراث عريق يجعلها واحدة من أفضل مدن العالم. تتمتع بالي بمجموعة من أجمل شواطئ العالم وأكثرها سحراً، بالإضافة إلى المعالم الأثرية والتاريخية مثل القصور والمتاحف والمعارض الفنية التي ساهمت في جعل بالي إحدى أجمل جزر العالم. أوساكا في اليابان. تعد أوساكا ثاني أكبر مدن اليابان وأغناها، وإحدى أجمل مدن السياحة في اليابان وفي العالم ككل، وذلك لتاريخها العريق الذي يمتد لما قبل القرن السادس عشر كعاصمة أولى لليابان. تشتهر أوساكا كذلك بالأماكن الترفيهية الجاذبة لأنظار العائلات، بالإضافة إلى خيارات الإقامة التي تلائم مختلف الميزانيات، المطاعم والحانات والنوادي الليلية الفارهة. باتايا في تايلاند. تعد باتايا واحدة من أفضل المدن السياحية في العالم لانخراطها بالعادات والتقاليد الآسيوية الأصيلة وغيرها من الثقافات التي سكنتها على مر الزمان، إضافة لتراث عريق أولى بالدراسة وإمعان النظر في جذوره العميقة، حيث تعد المدينة المصنفة كإحدى أجمل مدن تايلاند، موطن لأشهر المعابد الدينية وأجمل الحدائق والشواطئ الخلابة والمثالية لقضاء عطلة هادئة منعزلة وممتعة في الوقت ذاته. برشلونة في إسبانيا. تعد برشلونة إحدى أفضل مدن سياحية بالعالم بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين الساحل الشمالي الشرقي للبحر المتوسط بإسبانيا وبين جنوب جبال البيرانيس الفرنسية، وإلى جانب شواطئها الساحرة الممتدة بطول 4 كيلومترات فأكثر ومناخها اللطيف على مدار العام، ما يجعلها عطلة مصيفية رائعة للسياح من مختلف بقاع العالم. تضم برشلونة الإسبانية نادي كروي عريق وشهير يستقطب مشجعيه من كل مكان لمتابعة مبارياته الحية، بالما دي مايوركا في إسبانيا. تقع جزيرة مايوركا أو بالما دي مايوركا على ساحل البحر المتوسط، وهي واحدة من أجمل المدن في العالم حسب تصنيف صحيفة ساندي تايمز البريطانية، بما تقدمه لزوارها من وجبة سياحية متنوعة تجمع بين الشواطئ الخلابة والتلال الشاهقة والمعالم التاريخية، مع شوارع التسوق والترفيه العملاقة والعشرات من الفعاليات الثقافية والفنية.
ميلان في إيطاليا. تحتضن ميلانو مجموعة من أجمل معالم جذب السياحة في إيطاليا والعالم، بفضل ما يميز مبانيها من فن وهندسة معمارية بديعة، كما هو الحال في كاتدرائية دومو، لاسكالا، دار الأوبرا، حيث يمكنك أيضاً حضور عرض فني راقي. ثم اختتام يومك بإحدى حانات نافيغلي، قلب ميلانو النابض في ساعات الليل. هونغ كونغ في الصين. تصنف هونغ كونغ كواحدة من أجمل مدن الصين، وأيضاً من أجمل مدن العالم السياحية وأكثرها ازدحاماً وتكدساً بالسكان، حيث تنعم المنطقة المستقلة ذاتية الحكم رغم تبعيتها جغرافياً للصين بميناء، وهو الأهم آسيوياً لدوره في حركة التجارة الدولية في القارة. هذا بالإضافة إلى شهرة المدينة في مجالات صناعة الموضة والأزياء وصناعة الأفلام، حيث تضم متاجر وبوتيكات تخص أشهر الماركات والعلامات التجارية العالمية. مكة في السعودية. تعتبر مكة من أهم مدن السعودية بالأخص ومدن العالم ككل، وموطن لأهم المعالم الدينية الإسلامية في العالم، والتي يتم خلالها إتمام أركان الحج والعمرة. وعلى الرغم من أن دخول مكة محظور على غير المسلمين، وأن أغلب مؤشرات السياحة فيها تقود لسياحة الحج والعمرة، إلا أنها أيضاً تضم بعض المعالم الترفيهية التي تستقطب نحو 3 مليون سائح سنوياً يجولون بين فنادقها الفخمة الراقية ومطاعمها الفاخرة. فوكات في تايلاند. فوكات أو فوكات هي أكبر جزر تايلاند، وواحدة من أجمل مدن العالم الشاطئية التي تستقطب السياح من مختلف البلدان والإمكانيات المادية. تمتلك الجزيرة نحو 30 شاطئ هم الأجمل والأكثر شعبية وزيارة عالمياً، لما يتميزون به من رمال بيضاء دافئة ومياه كريستالية، مع أشجار النخيل التي تلتف حولهم في شموخ وتجعل منهم وجهة رومانسية شاعرية مثالية لقضاء عطلات شهر العسل. أنطاليا في تركيا. أنطاليا أفضل مدن تركيا الساحلية، وواحدة من أجمل المدن السياحية في العالم، لما تتمتع به من شواطئ خلابة ومعالم أثرية براقة، مع مناطق ترفيهية مثالية للعائلات. فلا شك أن شواطئ أنطاليا ومينائها العريق ذي المياه الفيروزية الساحرة وأشعة الشمس اللطيفة والمناخ المعتدل ستكون أولى وجهاتك. سول في كوريا الجنوبية.
سول عاصمة كوريا الجنوبية ومدينة التناقضات بالنسبة للآسيويين، بينما تصنف كواحدة من أفضل مدن العالم سياحياً وصناعياً بفضل تقدمها التقني وشهرتها في مجال صناعة وتسويق الأزياء. على نحو آخر، تتمتع سول بتاريخ وتراث عريق، تاركاً بصمته على معابدها وقصورها. هذا إلى جانب منتزهاتها وحدائقها الغناء ومسارات جبالها وضفاف أنهارها التي تكتسب شعبية واسعة بين سكانها وزوارها من السياح الأجانب. إسطنبول في تركيا. تشكل إسطنبول نقطة الوصل بين آسيا وأوروبا عبر مضيق البوسفور الذي يربط البحر الأسود ببحر مرمرة، ويشكل إحدى أهم وأشهر معالمها السياحية، جنباً إلى جنب مع مساجدها وقصورها وأضرحتها العثمانية وأطلال قلاعها وكنائسها البيزنطية وحماماتها التقليدية التي تعد تجربة ممتعة وفريدة يأتي السياح من مختلف بقاع العالم للاستمتاع بها. طوكيو في اليابان. طوكيو عاصمة اليابان ومركزها السياسي والمالي والثقافي منذ العام 1868. تعد طوكيو من أجمل مدن اليابان السياحية، حيث تجذب طوكيو ملايين السياح بفضل مبانيها العملاقة وهندستها المعمارية وتطورها التقني والحضاري غير المسبوق. السياحة في طوكيو استقطبت 11.93 مليون مسافر في العام السابق. كوالالمبور في ماليزيا. كوالالمبور مدينة سياحية من أبرز مدن ماليزيا السياحية الواقعة غرباً على مضيق ملقا الذي يفصلها عن جزيرة سوماترا الإندونيسية. تشتهر كوالالمبور كوجهة سياحية تاريخية وترفيهية مثالية للعائلة، حيث تشتهر بمعابدها الدينية وناطحات السحاب العملاقة إلى جانب أسواقها الشعبية التقليدية وحدائقها النباتية. نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. تقع نيويورك ثاني أفضل مدن الولايات المتحدة الأمريكية على 3 جزر شمال شرق البلاد، وتتمتع بعدد لا حصر له من المعالم السياحية الأشهر في العالم. تشتهر نيويورك بساحات التسوق والمطاعم الراقية ذات الشهرة العالمية حول أهم الأماكن السياحية مثل تمثال الحرية، جسر بروكلين، مبنى إمباير ستيت، منتزه سنترال بارك وغيرها الكثير. سنغافورة في سنغافورة. سنغافورة هي جزيرة من ضمن 58 جزيرة،
وعاصمة لدولة تحمل الاسم نفسه. توصف سنغافورة بواحدة من أحلى مدن العالم بما تمتلكه من خيارات ترفيهية جاذبة للأضواء السياحية، كالفنادق الراقية التي تتدرج لتلبي أعلى ميزانيات السفر حتى أقلها، المطاعم التي تقدم خبرات متنوعة من الطهي، النوادي الليلية النابضة بالحياة، وأخيراً المهرجانات والأعياد السنوية المتنوعة بتنوع ثقافاتها. دبي في الإمارات. ثاني أكبر المدن الإماراتية المطلة على الخليج العربي مساحة وأكبرها سكاناً، وواحدة من أجمل مدن العالم وأكثرها جذباً للسياح، لما تتمتع به من مظهر غربي أنيق بروح عربية شرقية أصيلة. توفر دبي أجواء هادئة للاستجمام والاسترخاء من خلال صحاريها وشواطئها الرائعة التي تعد بقعة مثالية لجولات السفاري والتخييم، إضافة إلى جولات تسوق فريدة باريس في فرنسا. تقع باريس شمال البلاد على مقربة من القناة الإنجليزية. تم تأسيس المدينة خلال القرن 19 على يد المعماري الفرنسي هوسمان، لتضم مجموعة من أشهر وأهم وأعرق المعالم التاريخية في العالم، والتي جعلت منها أجمل مدن العالم السياحية. ولعل من أهم ما يميز باريس من معالم برج إيفل، كاتدرائية نوتردام، متحف اللوفر وغيرها الكثير. لندن في إنجلترا. تتميز لندن بتنوع مناخها من منطقة لأخرى، وبشبكة ضخمة متطورة من النقل والمواصلات تربط أهم مدنها، بالإضافة إلى تنوع ثقافي شديد يرجع لكثرة الفئات العرقية التي تسكنها. ولعل من أشهر معالم لندن برج لندن التاريخي الذي يحوي ساعة بيج بان الشهيرة، قصر باكنغهام الملكي، عجلة عين لندن الدوارة، متحف مادام توسو وغيرها الكثير. بانكوك في تايلاند. بانكوك عاصمة تايلاند وميناءها الرئيسي، وواحدة من أشهر مدن تايلاند ومن أجمل المدن السياحية في العالم ككل، حتى أنها كثيراً ما تلقب أفضل وجهة سياحية في العالم، لما توفره من مقومات ومتع سياحية ترفيهية مثل الأسواق الشعبية ومراكز التسوق الراقية، مع النوادي الليلية والحانات التي توفر حياة ليلية لا مثيل لها في البلاد، والفنادق عالية المستوى التي توفر خيارات إقامة تلائم مختلف الميزانيات. كل هذا يساهم بشدة في إدراج بانكوك كأجمل مدينة في العالم.